زال العمال يعملون. علينا الانتظار حتى ينتهوا، ثم نتسلل إلى داخل البناء وننفذ ما اتفقنا عليه. أنا لا أستطيع الانتظار، أريد أن أحطم هذا البناء على رؤوسهم حتى لا يفسدوا علينا حجنا ويجمعون حوله الحجيج. أي حجيج يا رجل؟ لن يترك العرب بيتهم العتيق ليحجوا لهذا البناء وإن كان من ذهب وفضة. انتظر، لا تتعجل حتى لا تفسد خطتنا. حسنا حسنا، فلننتظر. هيا هيا، فلنتحرك الآن إلى خلف المبنى. ما هذا؟ من فعل هذا؟ أنا لا أعلم شيئا يا مولاي. كيف وقد أمرتك بأن تبيت في القليص ولا تتحرك؟ سوف يكون حسابك معي عسيرا أيها القائد. أمر مولاي. اذهب واتني بالخبر الآن، أريد أن أعرف من الذي تجرأ على هدم وتخريب القليص الآن، وأقسم إني سامحو أثره من على الأرض اليوم وليس غدا. هيا. أمر مولاي.